السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع برنامج أو موقع سناب ترود. موقع سهل جدا كأنك شغال على سكتش أب مع مزايا حلوة أوي. طيب هتقول له كريت بروجكت وتختار اسم البروجكت وتختار اليونت اللي أنت تشتغل بيها سواء مليمتر سواء بالفيت أي حاجة. هتقول له كريت. تمام. أنا قلت له كريت ولسه مفتحتش. هقول له أوبن. تقدر تعدل الاسم أو تقدر تلغي المشروع اللي شغال عليه. طيب ممكن تبدأ بإن أنت مثلا عايز ترسم حاجة، فهتقول له مثلا درو وتبدأ ترسم لاين. ممكن الحاجة اللي ترسمها دي نحولها لروم أو لول لو احنا عايزين، يعني ممكن تخلي دي مثلا روم، أو ممكن تقول لأ ده أنا عايز أرسم هنا وول بالشكل دوت. تمام. طيب عايزين نروح للثري دي، فهنزل تحت وأقول له جو تو ثري دي. طيب لو أنا قلت له أنا عايز أعمل سيلكت على حاجة تعلم عليها مثلا مرتين كده بسرعة وتيجي هنا في البروبرتيز، هيقول لك دي مثلا روم، قول له لا ده انا عايز دي تبقى وول. طيب بعد ما تحولها لول هتقول له مثلا عايز دور وتختار الباب اللي انت عايزه وتحط الباب بالشكل دوت، اي باب بقى انت عايزه. ممكن تختار مثلا عايز تحط شباك مثلا اهوت، وبتقدر تكتب المسافة اللي انت عايزها زي ما انت شايف اهو، وكل حاجه من ديت تقدر انت تعمل عليها سيلكت وتدخل في الخصائص وتعدل فيها زي ما انت عايز. ده الدور والليبل بتاعه والويتس بتاعه والستوريز. طبعا الستوريز ممكن من هنا نزود ستوريز زي ما احنا عايزين، يعني يبقى عندنا اكتر من دور. طيب ممكن من ديزاين نقول له مثلا عايزين نرسم حاجة دائرية، فترسم مثلا روم مثلا، هو بيحطها لنا روم وانت بتقدر تعدل زي ما انت عايز. زي ما انت شايف اوتوماتيك قلت له انا عايز ارسم فوق الجزء دوت، فرسم لي حاجة بالشكل دوت. فالموضوع جدا لذيذ. بشرب لو انت عندك اي حاجة توديه ممكن تدفعها بالشكل دوت، تعمل لها زي اكسترود. هنا ممكن نرسم void لو انت عندك شكل مثلا عايز ترسم فراغ جواه تفرغه بالشكل ده. import ممكن ندخل صورة ونعدل فيها، اقول مثلا upload image دي الامتدادات اللي مسموح بيها. تعال نقول له في download. وليكن مثلا ديت وهتقول له ابلود. طيب ممكن اجي اعمل سيلكت على الشكل ده مثلا واقول له ديليت. دي الصورة اللي عندنا، فتقدر تشوف مثلا دي هتبقى كم متر، تقدر ان انت تحدد المقاس السكيل بتاع الصورة زي ما انت عايز. تقدر كمان تعمل امبورت لملفات اوتوكاد، ابلود كات وتفتح له ملف اوتوكاد وتبدأ ترسم عليها، او تقول له مثلا ده انا عايز احدد التوبوغرافي، فبيبدأ يجيب لك الخريطة وانت تحدد اي مكان اللي انت عايزه. تقدر تعمل زوم على المكان اللي انت عايزه وتقول له انا عايز بالالفيشن وعايز بالبيلدينج، وممكن تقول له ساتلايت يجيب لك الشكل بتاع الساتلايت. وهنا تقدر تعمل سيرش على المكان اللي انت عايزه. وهقول له لوت. هيبدأ يحمل لي الموقع بتاعي بالشكل دوت. طيب خلينا نروح للثري دي. زائد ان انت تقدر بعد كده تعمل امبورت لأي موديل سواء 3D Max او Object او FBX او
سكتش اب، وممكن برضه تاخد من الراينو، مش هي مشكلة خالص. في لو عندك بي دي اف او لو عندك ريفيت تقدر تسطب سناب ترود مانجر جوه الريفيت وهو اوتوماتيك يلقط مع السناب ترود. عندك برضو ادوات لو انت عايز تقيس من هنا لهنا مثلا، وعندنا ادوات برضو خاصة بالفيو لو انت عايز تشوف المبنى من كل الاتجاهات، تو فيو والحاجات دي كلها. طبعا دي الادوار اهيت، تمام. عندك حاجات اوتوميت زي انك تعمل كريت بيلدينج، معتمد طبعا على الاختيار بتاع الخريطة اللي احنا اخترناها. خلينا نروح لل2D واقول له خليني في الدور الثالث مثلا، واقول له ده انا عايز امبورت للصورة، فاكر الصورة اللي عملناها قبل كده. بيقول حدد نقطتين عشان نحدد السكيل على الصورة. فهقول له مثلا، مثلا انا عارف ان الباب ده مثلا عرض قد ايه، فاقول له من النقطة دي للنقطة دي. فنقدر نقول له مثلا عايز اكتشف من هنا detect from image، هو يكتشف حدود الغرفة، يعرف ان دي غرفة ويعرف ان دي غرفة، وكل ونقدر نديله ماتيريال من هنا لو في مبنى معين عايزين ان احنا نديله ماتيريال. طيب وبعد كده ممكن نعمل نحط كومنت مثلا معين، وفي ان احنا نعمل اناليسيس سواء بقى للشمس سان لايت او الظلال، كل الحاجات دي نبدأ نشوفها ان شاء الله مع بعض باذن الله. هو بيبدأ هو الدي لايت اناليسيس، خلينا نشوفها في السري دي. بدأت تظهر معانا بالشكل دوت. ولينا هنا ان احنا ندخل في الاعدادات عشان نحدد البيلدينج تايب. بيقول لنا تقدر تشوف بقى ايه الاناليسز اللي موجودة. طيب وتقدر تشارك سواء تكتب ايميل فيبدأ يوصل لهم الملف دوت، بحيث ان هم يقدروا يشتغلوا معاك ويقدروا ان هم يشوفوا الملف دوت.